طبعا خليني اقول لسيادتك، احنا ابتدينا التعاون مع شركة سينوفاك، وبداية بعد ما مضينا التعاقد كان في ابريل 2021، وابتدى وصول الخبراء الصينيين لمصر. لما الخبراء وصلوا مع المادة الخام، وده كان في يونيو 2021. طبعا احنا عشان نبتدي نعمل عملية نقل التكنولوجي في الوضع الطبيعي او مش في وضع الازمات، ده بياخد حوالي اكتر من سنة او سنة ونص لحد ما بنطلع المنتج النهائي. طبعا يعني للحاجة العاجلة والماسة، كان في تعاون وثيق بين شركة سينوفاك الخبراء الفنيين، سواء على المستوى الانتاجي او الرقابي او على مستوى الرقابة على الانتاج، كان في تعاون وثيق، والخبراء قعدوا معانا هنا فترة 3 شهور كاملة منذ بداية وصول المادة الخام حتى لحد ما طلعنا المنتج وحصل على الإجازة من هيئة الدواء المصرية. التعاون مستمر بينا حتى تاريخه، اللي احنا بنتبادل معاهم كافة المعلومات الفنية، واحنا طبعا كجانب مصري استفدنا من الخبرة الصينية، يمكن عشان هم كانوا السباقين في إنتاج اللقاح، فاستفدنا كثيرا من الجانب الصيني في المجال التقني، سواء كان على مستوى الإنتاج أو الرقابة على الإنتاج.